فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري. المنظومة الخاقانية للإمام أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن خاقان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني ويسعدني أن أكون بينكم اليوم في بلدكم المبارك، وقد كانت أمنية وحلما أن أتشرف بزيارتكم، ولست غريبا عن الصومال وأهلها، فأنا أقيم في ولاية مينيسوتا في أمريكا، وهذه الولاية يعني هي ولاية الصوماليين، يعني معظم المسلمين بها من أهل الصومال، وعشت معهم يعني أكثر من 20 سنة، يعني كل جماعة مسجدنا و يعني من أهل بلدكم المبارك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله وأن يعز بكم الإسلام والمسلمين. بإذن الله تعالى نقرأ مع شرح موجز منظومة هي أول منظومة في تجويد القرآن الكريم، أول من نظم في تجويد القرآن الكريم منظومة هو الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى، الإمام الخاقاني رحمه الله تعالى، وهو أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني البغدادي. ولد سنة 248 رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 25 و300، سنة 25 و300 للهجرة النبوية المشرفة. وكان ثقة زاهدا رحمه الله تعالى، فأبوه كان وزيرا وأخوه كان وزيرا من وزراء بني العباس، وكانت يعني كان من أسرة لها جاه ومكانة كبيرة وأموال، لكنه رحمه الله تعالى يعني زهد في الدنيا واتجه إلى الإقراء وتعليم القرآن الكريم وطلب العلم رحمه الله تعالى. وأخذ يعني عن بعض تلاميذ الدوري راوي الكسائي، أخذ عنهم قراءة الإمام الكسائي رحمه الله تعالى، وكان من الضابطين لها والمتقنين لها رحمه الله تعالى. افتتح منظومته بقوله رحمه الله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قال: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. قال: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. وهذه المنظومة شرحها عدد من أهل العلم، ويعني أشهر شروحها شرح الإمام الداني، الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله، له شرح على الخاقانية في مجلدين كبار، في مجلدين كبار يعني نحو 1000 صفحة يمكن أو قريبا من هذا. وطريقة الإمام الداني رحمه الله أنه يتوسع في الرواية بسنده على طريقة المحدثين، يعني كل موضع يذكر فيه روايات بأسانيده، فهذا الذي يعني طول هذا الشرح، وله شروح مختصرة لعدد من أهل العلم من السابقين واللاحقين. وسرني كثيرا أن وجدت شرحا لأحد علماء الصومال هنا، الشيخ بشير أحمد آدم حفظه الله تعالى، فإن شاء الله نستفيد منه بإذن الله تعالى. فقال: أقول مقالا معجبا لأولي الحجر، ولا فخر إن الفخر يدعو إلى الكبر. أقول مقالا يعني قصيدة يقصد بها هذه القصيدة، وهي قصيدة من البحر الطويل
رائية، فقال أقول مقالا معجبا لأولي الحجري. أولي الحجري يعني أولي العقول، لذوي العقول. فأقول يعني قصيدة، هذه القصيدة تعجب العقلاء. قال ولا فخر، يعني لا أقول هذا يعني بغرض التفاخر والتباهي، فالفخر إذا كان بمعنى التعالي على الآخرين، ويعني إذا كان بغرض التعالي على الآخرين والتكبر عليهم والانتقاص منهم، فهذا يكون مذموما ومنهيا عنه. فيقول يعني أنا أقول يعني أحيانا يضطر العالم أو المؤلف أو كذا إلى أن يذكر بعض مزايا كتابه، أو العالم يذكر بعض ما عنده من العلم بغرض أن يثق الطلاب في هذا الذي يتلقونه عنه، فلا تكون نيته الفخر، وإن كان يعني غير من الناس يعني قد يفعل ذلك بغرض التعالي والمباهاة. فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا يعني بعدما ذكر أنه سيكتب قصيدة تعجب جميع العقلاء، قال ولا فخر، يعني لا أقول هذا بقصد يعني التعالي على أحد ولا التكبر على أحد، ولكن لبيان حقيقة الأمر حتى يقبل الطلاب عليها. يعني قد يكون لهذا الأمر نية صالحة وقصد حسن، مثل ما قال علي رضي الله عنه، قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، قال إنها هنا علما وأشار إلى صدره، لو أصبت له حملة يعني ليتني أجد من يحمل عني هذا العلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول لو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، وإنه يعني ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. فكان رضي الله عنه يقول هذا يعني ليس بقصد التفاخر على أحد ولا التعالي على أحد، ولكن لكي يعني يشجع الطلاب أن يأخذوا عنه هذا العلم الذي عنده. فكذلك المؤلف يعني إذا مدح الكتاب لغرض أن يثق به الطلاب وبغرض أن يقبلوا عليه، فيكتب له الأجر إن شاء الله باستفادة الناس منه. قال إن الفخر يدعو إلى الكبر، يعني مدح الإنسان لنفسه ولعمله يؤدي به إلى الكبر إذا يعني كانت نيته سيئة وقصد بذلك التعالي على الآخرين. فهو يحذر من الكبر، والكبر من كبائر الذنوب ومما يهلك المرء، والمسلم عليه أن يتواضع لله تعالى ولعباد الله سبحانه وتعالى. من تواضع لله رفعه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال أعلم في القول التلاوة عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر. قال أعلم في القول التلاوة، يعني هذا القول اللي هي هذه القصيدة، يعني يشير إلى هذه القصيدة أو هذه سماها مقالة وقولا، فقال في قولي هذا وفي مقالتي هذه يقصد قصيدته أنه سيعلم فيها التلاوة، يعلم فيها يعني الكيفية الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم والآداب التي على الطالب أن يراعيها عند تلاوة القرآن الكريم. وهذه القصيدة الخاقانية الرائية يعني نحو ثلثها تقريبا في آداب طلب العلم وآداب قراءة القرآن الكريم، يعني قبل أن يصل إلى أحكام التجويد بدأ بمقدمة نحو ثلث القصيدة. والقصيدة يعني هي كلها 51 بيتا، فنحو ثلثها تقريبا كان في آداب طلب العلم وآداب تلاوة القرآن الكريم وقراءته وإقرائه. ثم بعض الأبيات ذكر فيها أسماء القراء السبعة ويعني إشارة إليهم، ثم بعد ذلك ذكر يعني بعض أحكام التجويد بإيجاز واختصار. فقال أعلم في القول التلاوة، يعني في منظومته هذه سيعلم آداب التلاوة وأحكامها عائذا
عائزا يعني لاجئا، عاز يعني لجأ واحتمى، يعني ألجأ إلى الله تعالى وأحتمي به بمولاي، والمولى هو رب العالمين سبحانه وتعالى. كلمة المولى من الكلمات المشتركة يعني التي تستعمل بأكثر من معنى، فالمولى قد يأتي بمعنى السيد، ويأتي بمعنى العبد، ويأتي بمعنى الرب سبحانه وتعالى، وبمعنى النصير والمعين والمحب، فله استعمالات بحسب السياق الذي ترد فيه هذه الكلمة. فهنا قال عائذا بمولاي، فواضح من السياق أنه يقصد أنه يعوذ بالله سبحانه وتعالى، فالله تعالى ولي المؤمنين، ينصرهم ويحفظهم ويحميهم سبحانه وتعالى، ويلجأ المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى يطلبون منه العون والحفظ والحماية. قال عائذا بمولاي من شر المباهات والفخر. نفس الشيء يعني لما قال إنه لما مدح قصيدته وقال يعني لا فخر، فقال إنه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر المباهات، يعني من شر التعالي على الآخرين والتكبر عليهم والتفاخر عليهم.